ازاي الاهلي بهذه القيمه وهذا الانتصار وبهذا المردود المحترم هو سفير لمصر والقوتها الناعمه في الخارج. شايفين مكانه النادي الاهلي لما يمثل بلاده بهذه القيمه وهذا النقاء وهذا الاحترام يبقى المردود عالميا ايه؟ شوفوا حجم الدعايه الطيبه والمحترمه لمصرنا الغاليه بره بفعل تتويج الاهلي بهذا الشكل، والنهائي المصري بين الاهلي والزمالك ده الايجابي اللي المفروض الناس تبني عليه وتستفيد منه. وده بالمناسبه اللي كان له مردود كبير جدا في صحف ومواقع عالميه، وده مهم، ده المهم. يعني انت جبت الانباء على اي ترويج لبلدنا، انما الوكالات الانباء والصحف هو ده اللي بيدي لك الانتشار على مستوى العالم. نشوف ازاي وكالات الانباء والصحف العالميه الكبرى شافت تتويج الاهلي بهذه الاميره الغاليه. تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه لاقى صدى كبيرا لدى وسائل الإعلام العالمية، خاصة وأن التتويج جاء على حساب الغريم التقليدي الزمالك في نهائي تاريخي يحدث للمرة الأولى في المسابقة القارية. البداية من وكالة رويترز العالمية التي أشارت بتتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على الزمالك، وأبرزت هدف أفشة الرائع الذي منح المارد الأحمر اللقب القاري. وتحت عنوان الأهلي يهزم الزمالك في نهائي مصري خالص، أشارت شبكة بي بي سي العالمية إلى أن النادي الأهلي قهر الزمالك في النهائي بعد أن نجح أفشة في تسجيل هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة من المباراة. كما أشاد التقرير بموسيماني الذي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إفريقيا يحقق اللقب مع فريقين مختلفين. بطولة أخرى تضاف للأهلي في نهائي غير مسبوق كان عنوان صحيفة ريكورد البرتغالية في تعليقها على فوز الأهلي أمام غريمه الزمالك ليتوج الفريق الأحمر للمرة التاسعة في تاريخه باللقب معززا رصيده من الألقاب القارية، بينما علقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على هدف محمد مجدي أفشة والذي جاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق ووصفته بالهدف العظيم الذي منح الأهلي البطولة القارية التاسعة إلى جانب الصعود لكأس العالم للأندية. وقالت صحيفة إيس الإسبانية إن الأهلي أنهى 7 سنوات عجاف منذ أن فاز الشياطين الحمر بلقب دوري الأبطال في نسخة 2013 على حساب أورلاندو. أما صحيفة ليكيب الفرنسية فوصفت فريق الأهلي بالأعظم في إفريقيا بعدما رفع العملاق الأحمر رصيده من الألقاب القارية لتسع بطولات. ووصفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية موسيماني بالمحظوظ بعد أن قاد الأهلي للفوز على الغريم الزمالك وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. صحيفة ديلي ميل البريطانية سلطت الضوء على تتويج الأهلي باللقب القاري قائلة الأهلي يعزز رقمه القياسي بفوز مثير على الغريم. أصداء عالمية بمعنى الكلمة، أصداء عالمية بمعنى الكلمة. شفنا وكالات أنباء، شفنا صحف، شفنا 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 ترى أن النادي الأهلي هو الأعظم، ده النادي الأهلي. ويعني في أسبانيا قال لك كلفته 7 سنوات حتى تعود إليه هذه الكأس. لكن في صورة وأنا بستعرض التقرير ومجدي أفشة بيشوط الكورة، مجدي بيبص بتركيز شديد جدا على موقع الشوطه. بن شرقي بيبص على الجول. يعني وهو يستشعر ان هي دي اللي هتكون القادمه. يعني وهو بيحط رجله بن شرقي اهي. شوف شرقي، بن شرقي بيبص فين؟ رايحه فين؟ وشوف قفشه بيبص فين؟ والكوره فين؟ برافو عليك. يعني الكوره لسه ما طلعتش. الكوره لسه في رجل الكوره اهي. بس بن شرقي حس انها رايحه في الحته دي. بالظبط بالظبط. كويسه؟ لا 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 مبسوط مني؟ لقطه حلوه. بن شرقي عينيه رايحه للمصير المحتوم، رايحه فين دي؟ طيب لنفس الزاويه اللي لبست فيها. لا ما انا بحب التفاصيل دي، بحب ابص لها. لان دي بتدي لك، وده سنس منه على فكره. لا سنس منه طبعا، ودقه الكوره اللي رايحه من باينه من اولها، وترجمه القاضيه القاضيه القاضيه. أيوة. يعني انت لما تربط الريحه، يعني الدنيا كانت ماشيه في سكه بالظبط
بالظبط. ظروف الجون الثاني متاخر شويه بتاع اهي والكره رايحه. يعني الحقيقه هو قرار، شوف ربنا ما يلهمك القرار، هو انك تاخدها على فخدك وقبل ما تنزل على الارض تروح حاطط رجلك تمشي بالشكل ده. صحيح. هو القرار، اللاعب قرار يا استاذ ابراهيم. محمد صلاح عبقريته ليست في المهاره، عبقريته في القرار. ايوه بس صحيح.